تعطيني بارودة كمان؟ نعم بارودة. تعرف لمين هاي؟ لا ما بعرف. ما شفته غير يوم اجى الدكتور لهون. هاي بارودة ابوك يا زلمة. بارودة السرور العموري. ما حدا بيحملها غير ابوك. بارودة ابوي. الله يرحمه. اسمع يا زلمة. اسمع كل كلمة بقول لك اياها. حطها بمخك. ونفذ كل كلامي بالحرف الواحد. وإذا تخاذلت يكون بمعلومك رايحة أقتلك. شو بتقولي يما؟ أنتِ بتفكري زي دالجبان؟ أطلبي. أطلبي شوفي بقى الرجال قدامك. مستعد أدمر القرية، مستعد أحرقها، مستعد أموت إذا لزم الأمر يما. يا زيدان. أبوك مات قتل. أبوي أمي ما تقتل؟ سرور عموري ما تقتل؟ واني كنت ناطرتك تتكبر، ناطرتك وصابرة على جرح اللي ما بيطيب غير بدم غريبه. لازم تشرب من دمه يا زيدان. أنا وقفت بدار كل عشيرتك، ما خليت حدا ياخذ بثارك ويدوس على كعبك. الثار من حقك وحدك أنت يا زيدان. احكي، قولي مين غريمي؟ مين قتل أبوي؟ قتل أبوك؟ واحد من قوم الصالح. مين من قوم الصالح؟ مين؟ أكبر شارب بكل عيلة صالح. الحاج عبد الرحمن الصالح؟ هو يا زيدان. يا ويلك مني يا عبد الرحمن الصالح. يا ويلك مني. لا! أنا ما صبرت كل هالمدة مشان آخذ ثاري من عبد الرحمن. عبد الرحمن أخذ كل عمره. يعني بدي ابنه كمان. أبوك انقصف عمره وهو بزهر الشباب. انحرق قلبي عليه. أنا بدي ابنه كمال حتى أحرق قلب أمه وأبوه عليه. دكتور كمال عرفته يا زيدان؟ وما بعرف غيره بكل هالقرية يما. دعيلي وبس اسمع صوت البارودة، بارودة أبوي، اطلعي على الحيطان وزغرتي. وين يا زيدان؟ ارجع معي أنا عايزك بكلمتين صغار. كلمتين صغار يلي بدك تقلي عليهم، فهمتني عنهم أمي. قلت لك ارجع معي أنا عايزك. ارجع معي، لا تضيع تعبنا يا زيدان. يستحيل ارجع يا عمي، لازم ابوي يرتاح بقبره، لازم اطفي ثاني اليوم. اللي بدك تاخذ صارك منه ما هو بالقريه يا زيدان. ما هو بالقريه؟ انهزم؟ مسافر. ولوين بده يطير؟ مستعد الحقه لاخر الدنيا. زيدان وراه الزمن طويل يا عمي. لا يا زيدان، المسافر بيرجع. وفر شطارتك ورجوليتك وخليك حكيم نفسك. الرجولية ما هي بالمرفخة يا زيدان. رضوان اترك الصبي ولا توقف بدرس. بدي اياك تقتله هون بهالقرية بين اهله وعشيرته، فاهم؟
ساعتها بفتخر فيك وبرفع راسي بين كل اهل القريه. تعال معي ولا تكون عنيد يا زيدان. بعد هيتش عنه بعد. زيدان شيخ الشباب، اذا قال كلمه ما بيرجع عنها ابدا. ولي يا حرمه ولي، خلي الزلط تتفاهم. فوت قدامي يا زيدان، فوت قدامي ولا ترد على حد امك. فهميني تشوف، شو فهمتي؟ فهمت شغلات كثيرة، وحاسة الغباشة اللي كانت فوق عيوني قاعدة تنجلي أول بأول، بس مش عارفة شلون بدي أفهمك. الشغلة ملخبطة ببعضها البعض. يا معثرة يا أسمع على الحكي، أنت عارفة شي جديد ومخبيته عني؟ لا وحياة عمرك يا أسمع، ماني مخبية عنك شي. لكن لويش تغيرتي هيتش؟ شوفي وتشك شلون صار بلون العصفور. الشغلة تخنت كثير، وأمك وأبوي هم السبب، وزيدان. زيدان ما عليه حق أبدا، هيتش ربته أمك. ما في على لسانه غير بدي أذبح، بدي أحرق، بجعل الله ما خلقه. حيرتيني، بدي أفهم بس لويش بدش عصر ظلم بالقرية مثل الدكتور كمان؟ ما بتعرفي، يمكن يقدروا يغيروا عقلية أبوي وأمج، وإذا ما قدروا يمكن يوقفوهم عند حدهم. أمي وحياتش، لو تجبليها من أول وجديد عقلياتها ما بتغيروا. حتى الله وكيلش رايحة تموتني دقاق من كثر ما بسمع منها حكي. وهاي عقصتي يا أسماء، إذا أمج وزيدان بيظلوا بهالعقلية هاي أكيد رايحين يعلقوا القرية بورطة ما إلها أول من ثاني. افتحي سمك بالخير وبلا الفال. هنيالج هنيالج، ما افضى بالج. تعالي تعالي شوفي عزام شو قاعد بيساوي. ورجيني. ليش ما بتفهم يا عزام؟ ليش ما بتفهم؟ ليش بتخليهم يقولوا عنا غبي؟ لا أنا ماني غبي، أنا وأنا أخو نزهة. اسمع يا أخوي يا صوص، اسمع، زيدان بده يذبح، الحجة أموني حية التبن بدها تذبح، الشيخ رضوان بده يذبح، كلياتهم جماعة ذبح بالذبح. اسمع يا أخوي، الآن أنا ما بذبح، بس وين أهل الخير يا صوص؟ وين؟ سامع يا أخوي؟ أقول سامع ولك؟ ها؟ سامع مليح. اسمع يا أخوي، كلياتهم جماعة ذبح بذبح، وين أهل الخير؟ وين؟ لازم يكون في موافقين بيناتهم. مين يا عزام مين؟ ذكرني يا صوص، ذكرني ولك. ها؟ أني؟ لا أني ما أقدر على هالشغلة، هاي شغلة كبيرة. وين أهل الخير؟ وين يا عزام؟ وأنا أخو نزهة لقيتهم، لقيتهم يا صوص، المختار ومعلمين المدرسة وهالمفاريع الراس اللي مثل الدكتور كمال، هذول لازم يوفقوا بيناتهم. أركض أركض وراهم يا عزام، أركض بسرعة. وأنا أخو نزهة، وأنا أخو نزهة. افهمي علي حجي، افهمي علي. أني قلبي محترق أكثر منك، بس ما بدنا نسوي فضايح بالقرية بعد ما وصلنا لحقنا، وإذا اشتغلنا لازم يكون شغلنا مضمون 100%. آخ حرقة بقلبي على ما تقع بيدي يا ابن الصالح، غيروك لك بدون ملح. وين بدك تفلت من إيدي؟ وين واني أمك يا زيدان؟ اطمن يا حج، وقت اللي بشوف ما ضل خير لا من زيدان ولا من غيره، ساعتها بعرف شلون شغلي معاه. أنا قدامك أمه ورحمة أبوي،
إذا بدك هسا مستعد ما أرجع إلا وجايب لك معي 10 رؤوس من خير الشباب الصالح. لا يا زيدان، لا بدنا 10 ولا بدنا 20، بدنا راس كمان ابن عبد الرحمن الصالح وبس. ومثل ما قلت لك وفر شطارتك تيرجع غريمك، ما هيك اتفقنا؟ بيرجعوا بفرجها الله. شوف قليل الحياة شوف، وبكل بلاطة عينه وقاحة هذاك اليوم بيجي لهون بده يحكبني وبيقول عني كمان اني خرفانة. يا حجة أمونة، لو بيعرف شو قلنا عنده ما كان اجى لهون، ويمكن اهله ما خبروه. وهذا شيء بيخدمنا، بهمنا ما يعرف. وفوق كل هالشيء يمكن حاط عينه على البنت، بده اسمى يا رضوان، بده اسمى. عال والله عال، بعد ما قصنا يا عموني. اللي خبركم هيك اخبار كذاب ومغرب. اسمى اشرف منه من كل حمولته. قسما بالله اللي بده يجيب سيره اختي اسمى على لسانه غير اقص له يا وجع الله ما خلقه. هسع شو بدنا باللت والعجن على الفاضي؟ اللي بفهمه لازم يصير مفروض نجوز البنت لنقطع الطريق على كل هالإشاعات. وإذا ما جاه نصيب مناسب؟ والله ما بعرف، عمك بده ياني أحط بنتي بالمزاد، بده ياني أدلل عليها، أطلع عنادي بالقرية وعدة من الشباب على داري تشوفوا بنتي ويطلبوا. اسمعي يا حج أمولي، اليوم إجا لعندي شاب من هالقرية حالته مليحة وفتحني بالموضوع، بده أسمع ومستعد يدفع قد ما بنطلب منه. بس أنا تركت الجواب إلج ولزيدها، شو رأيكم؟ ومين اللي ما بيعرف دارنا حتى راح لعندك يا رضوان؟ اسمع يا عمي، اسمع بنت سرور العموري، بنت عيلة، بنت حسب ونسب. وإذا ما كان ابن عيلة وابن حسب ونسب لا بدي أعرف اسمه ولا بدي أشوف خلقته، طلبه مرفوض لو كان معه مالقارون. ما بظن نلاقي أحسن منه بكل هالقرية يا زيدان. كل هالحكي ما بيعبي مخي. المهم إذا بيكون ابن عيلة وأصل وبتشوفوه مناسب لأسمى، أنا من جهتي موافق، ما في عندي مانع. وغير هيك لا تتعذب وتتعب حالك. ما تحكي يا أمونة، شو رأيك؟ والله أنا شايفة ما في لزوم لكل هالحشي هذا، سابق لأوانه يا حج، ما بدنا نخلط عباس الدباس. زيدان يا زيدان، مالك يا صالح؟ عمي رضوان هون؟ هون بدك شي منه؟ عايزه. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. مالك يا صالح؟ شايف ابوجهك حكي؟ لا ما في شيء، بس عايز عمي رضوان بشغله صغيره، ما خليت بطرح الا ما سالت عنه فيه. لو ايش عاوزني يا صالح؟ بيني وبينك يا عمي. صاير صاحب اسرار بالايام يا صالح العموري. يظهر احنا غربيه عن بيت العموري يمه، ما بيجوز نسمع. الله وكيله شغله خاصه يا حجي. ها؟ تعال احكي قول شو بدك. تعال. اليوم الصبح بالصدفه مريت على دار طلال العموري ولقيت الشباب كلياتهم قاعدين عنده. شو بدهم الشباب يا صالح؟ الجماعة ناويين يسقطوا الليلة على دار عبد الرحمن الصالح، بدهم يذبحوه يذبحوا مرته. شو بتقول؟ اللي سمعته خبرتك فيه يا عمي، لولا خوفي منك من الحجة أمونة كنت ناوي أشترك معاهم على الساكن. وينهم الشباب؟ وين قاعدين وبدار مين؟ من شوي تركتهم دكان أبو خليف يشربوا الشاي ومجهزين حالهم. الحقني يا صالح. شو القصة يا رضوان ما تفهمنا؟ روح لحالك يا عمي، أنا ما دخلت. أنا باجي معاك يا عمي. ها؟ تعال يا ستان، تعال تنمناهم. صار من حقك أنت. أخذ بارودتك معك يا زيدان، هسا فهمت عليك يا صالح. بعدين، بعدين يا زيدان، أطرق البارودة والحقني. خير علي، في شيء؟ لو سمحت بدي روح على البيت بكير شوي. اختي مريضه وجوزها مسافر ولازم اخذ لها الابره. طيب طيب يا علي، بامكانك تروح على البيت بس بكره الصبح بكر شوي لانه في عنا شويه شغل ضروري بالعياده. امرك يا دكتور. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. شكرا دكتور منير موجود؟ لحظه من فضلك. شو خير شافك رجعت؟ بالباب مريض. بتحب تشوفه ولا بقول له خلص وقت العيادة؟ لا معلش خليه يتفضل وانت مع السلامة يعني. طيب انا راح انتظر شوي، بجوز تحتاجني. طيب طيب وهو كذلك. تفضل الدكتور موجود. شكرا. مساء الخير يا دكتور. يا مساء الخيرات، تفضل استريح. شو
شو كل دكاترة هيك؟ مين كمال؟ أهلاً لكن حضرتك اللي نسيتنا ولا قلت لنا زميل تروح نشوف عليهم شوف شو صاير باحواله على اقله بتغير جو يا سيدي من الجهه انا اسف وحقك علي هلا كمان يلا خلينا نمشي على وين اسمع رح اروح على البيت نتعشى نسهر وبعرفك على عروستي مشان اخذ رايك فيها شوف اولا زوجك هايل جدا ومو معقول اقدر احط عيب عليها ثانيا انا اسف يا منير انا مسجل شوي بس حبيت امر عليك واشوف شو صاير باحوالك يعني ارجوك انك لا تحاول تتهرب مني ابدا لانك انت اليوم ضيفي العزيز وحياتك يا منير مستعجل وبدي الحق ارجع اليوم على الضيعه الصحيب بالمناسبه خبرني شو كيف شغلك الحمد لله ساترها ربك الله يسامحك يا كمال ليه قلت لك شو بدك بالريف ووجع الراس شعب فقير وما في مردود منيح لا يا منير انت بتعرف اني من اول ما سافرت قررت افتح حياتي هون بين اهلي وعشيرتي ريفنا بحاجة لخدمة لرعاية وإذا أنا ابن الريف وتعلمت من تعب أهل الريف وعرق جبينهم بدي أتركهم أجي لهون لا أتبلع على ابن المدينة اللي بيرفض الخدمة بالريف لا لشيء إلا لقساوة الحياة بالريف بلش الدكتور كمال بحضرته الثقافية اسمعني لك بجوز الواحد بضيعتكم الواحد يقدر يعيش يلاقي الحياة نوعا ما منيحة لكن ضيعتنا الله وكيلك بدك تمشي ساعتين وثلاثة لتوصل على الخط العام وتركب سيارة بقى كيف اللي بيمرض بالضيعة أكيد بيموت حتى قبل ما يوصل للطريق العام بقى اسمع مني يا منير حط إيدك بإيدي تعال افتح حياتك بالريف هلأ لا تحاول تغريني أبداً خلينا نروح على البيت وإذا قدرت تقنعني بأفكارك أنا مستعد سوي مثلك والله إذا كان هيك أنا مستعد أضحي بوقتي تفضل يلا شرف تقول لي شو سمعت أخبار من أمي وعمي الشيخ رضوان والله يا معلمتي يا أسماء سمعت الشيخ رضوان عم بيقول أقول يا صوص ها أقول قول يا عزة سمعت الشيخ رضوان عم بيقول للحج أموني إنه يا ضي بدك شي يا عزة والله يا أخوي ما بدي غير سلامتك إن كان بضايقك بوقف يقولها لا بس جتني فكرة شو رأيك تروح على الدكانة تجيب لنا شي نص كيلو هريسة؟ إذا جاي على بالك الحلو يا زيدان أنا عندي هريسة بدنا هريسة تازة من عند خليفي عزام يا ضي هسا فهمت عليك عندك حكي لا اسمه ما بدك اسمعه الحمد لله اللي فهمت تفضل عاد أرجينا عرض كتافة هيدك على ورقة سوري تأشتري هريسة هيدك هاي ورقة وفل من قبال فل من قباله يا عزام فل ولا تورجي خلقتك ولا الهريسة امشي يا اخوي امشي امشي بدك شي مني يا اسماء انا رايحة على دارنا لا ما بدي شي بس خليش هون يا حورية انا عايزك انت كمان امرك يا زيدان تعالي خليك قاعدة معانا شوي تعالي خير يا زيدان شوفي اسمع انت وهي انت اختي وحورية بنت عمي واني مسؤول عن الثنتين سوا بدي تكون صادقات معي وتنبدن بجلدك فهمت؟ مثل ما بيقولوا يا زيدان اذا تشذب بنجي صدق انجا سامع شي يا زيدان اسماء انت بتعرفي ابن الصالح شي؟ مين ابن الصالح يا زيدان؟ انا بسأل اسماء وقت اللي بسألش بتردي انت بتعرفي كمال ابن عبد الرحمن الصالح يا اسماء؟ ما ليش ما ترد بتعرفيه؟ العاد شلون ما بعرفه يا زيدان؟ ما هو ابن قريتي ردي على سؤالي يا اسماء بدون لف ودوران اظن فهمتي شو بقصد من سؤالي شلون بدك اياها ترد يا زيدان؟ قالت لك بتعرفه انت بتخلصي احسن ما اضربك هسا على جفه رسنانك كل البلاوي بسببك بسببي يعني يا زيدان؟ ان كان هيك تصطفل انت واختك انا ما دخلني تعالي وين بدك تنهزمي؟ هسا بتفهميني شو بيني وبين كمال صالح؟ احكي شو في بيني وبينه يا زيدان؟ ابدا وحياة راسك ما في شيء وصلت لحد هون يا زيدان؟ بتصدق حكي الناس؟ الناس اصدق منك ومنها انت الكذابات يا حرام الشوم عليك يا حرام الشوم عليك يا زيدان على هالتهمه على كل حال انا بعرف مين اللي طالعها
كلياتها شغلات ابن وداد. وعدك لحد هسع بتصدقه. هذاك اليوم لولا ما شفت بعيونك كنت صدقته وذبحت هالمسكينة. واني براهنك ان ما هو داير على خربان بيتك. وش يا حورية صرت معاها اكثر من 50 بني ادم. اكذب حالي واقول ما صحيح. انت بتعرف اختك يا زيدان. بتعرف ان كانت مؤدبة وانت اصل ولا لا. اسمى اشرف واطهر من كل هذول اللي قاعدين بيعلشوا بسمعتها. يعني ما في شيء بينك وبيني واسمى؟ يعني ما بتعرفي؟ شلون بده يصير بيني وبينه حكي يا زيدان؟ وانا شوفت عينك قاعده هون لا فوتي ولا طلع. حد ما في انا حوريه على المي ورجع حتى مع بنات القريه. حط عقلك براسك يا زيدان ولا تصدق هالشذبات. لا بنعرف ابن الصالح ولا ابن الصالح بيعرفنا. بنت رضوان العموري الحقيني على غرفتي. بقول لك الحقيني على غرفتي. بسم الله الرحمن الرحيم. شو صاير بالدنيا؟ ملخت ذراعي يا مرت عمي. طبقي هالفم وقعدي عندش تشوف شو بلدش انت الثاني. هذا انا قاعد طمني مالي رايحه ولا من هزمة اعرف شو بدك مني. بدك بدك تحضرت ظهرك. مرت عمي انا بنت سلفش مالي بنتك. واذا كنت محترمتك وساكته بس لانك مثل امي وكرامه عمي الله يرحمه محفوظه. واذا بطول لسان لساني طول شبرين هالقد. جاي والله غير الرقصف عمرك يا بنت رضوان. لا انت ولا غيرك بيقدر عليها. عمري ما بيقصف غير اللي خلقني. بعدي عند ربي تخليني اطلع. ميلي طلعش الطلع. وين بدك تطلعي قبل ما اتفهم معك؟ وين تتفهمي معي من بعيد لبعيد؟ لا تقربي ولا سموعي عليك. ما بتستحي بنت مغمضه مثل النعجه تنزعيها وتشوي سمعتها بالقريه. ما هي بنت عمك؟ ما هي من لحمك ودمك؟ انا اللي نزعت سمعت بنتك يا حجه. مين اللي قال هالحكي؟ مين اللي قال انه سمعت اسماء انتزعت؟ اسماء اشرف واطهر من الكل. ولتش مين اللي ضحك على البنت واخذها على العياده لعندها تشوفها ويكشف عراتها؟ مين اللي اخذها على دار عبد الحج والرحمن الصالع غيرك يا قليل الدين؟ مين؟ مين فهميني مين؟ بعدي عني وين تقلقتيني؟ وين تعالي وين بدك تروحي؟ والله ما تحكي لعبيد واحدة بس بعد تفوتي على هالدار انت والله لا تحكي لعبيد. انقلف العاطلة مثل يما طالعي لي هالقضاضة الجديدة. بشوفك قاعد بتهندس بحياتك يا يوسف. شو عندك سفرة ولا؟ وين بدي أسافر يما وين؟ روحي معلقة بهالقرية وما بقدر أتحرك ولا خطوة. يوسف أمر برضاي عليك يا ولدي. تقول مين هي سعيدة الحظ يلي حاط عينك عليها وناوي تطلبها؟ ها؟ صالة حلوة وزنقيلة كمان يا ابني. اطمني يا يوسف اطمني. وحياتك ما باخذ غير زهرة بنات هالقرية. بنت أصل وبنت ناس وفوق كل هالاشي حلوة وزنقيلة. اطمني. ايه الله يرضى عليك يا ولدي. والله طمتني وريحت قلبي. وشو بعد بدك غير هيك؟ احكي تنشوف خلصينا. اياك ما انا طالع من هون قبل ما تدلني عليها. ها هسه حدي خاطرك زيحيت من طريقي خليني اشوف شغلي. مو معقول ابدا. يوسف بده يتجوز اسماء بنت سرور العموري. يستحيل الامر يتم. والله وتعودنا على المهابيل يا ابو زيدان. كان في عندنا عدام حتى صار في عندنا عدام ودان. معليش يا حرمه بنت ما لها حدا وحبيت اساعدها واعطف عليها. الله يطول عمرك يا ابو زيدان. معليش بلشي الله بحسندها بيشفق على زيدان وبيخلي لنا اياه. يلا يا حرمة الواحد يسوي مليح ويكب البحر. وينك يا بنت؟ انت يا وداد. نعم شو بدك؟ بسرعة عبي بريق المي وتعالي صبي على ايدي وهاتي معك صابونة. امرك يا سيدي. وين الصبي يا ام زيدان؟ نايم. تروح اطل عليه صار له زمان نايم. أكيد صار له من الظهر نايم وتداير على العمارة. والله والله ما يصير له إشي غير أخنقك. ياي فعل الله ولا فعلك يا رجال.
ابو زيدان، هاي المي والصابوني. يلا صب على ايدي. مالك خايفة يا بنت؟ قربي قربي لا تخافي. انا مالي خايفة. وطي شوي بليتي ثيابي، شو بدي اوكلك؟ بس بس اعطيه منشفي. على عيني. ايش تقول النسوان؟ لازم اجوزها لواحد من زلمي. ما شفت عزام يا ابو زيدان؟ خير ان شاء الله، بدك منه شيء؟ بدي اياه يصل على السهل يجيب لي شويه تراب، ما بقدر الف الصبي على القماش. بسيطه، بعثي وداد بداله. وينك يا بنت؟ وين رحتي؟ والله بعدك ما شفت شيء يا ابو زيدان، بتروح على المطرح بدها ساعتين تترجع. معليش يا حرمه، بعدها ولد. شو بتقول يا ابو زيدان؟ وداد بعدها ولد؟ والله اكبر مني. يا الله يا خالة، قديش قلبها طيب وبنت عالم وناس. مليح اللي الله فتحها بوجهك يا بنتي، وريحش من الشغل بالبرد والشوب والتعثير. الحمد لله. بس خليه شاطرة يا وداد، وسمعت كلمة، بدش تعيشي. وحياتك يا خالة، طول النهار بتلاقيني مثل مكوك الحياة، دايرة بالبيت من غرفة لغرفة. خليت هيك معاهم. واليوم الصبح وقت اللي سافرت أم زيدان لعند إهلها أعطتني 5 ورقات. ما قلتي لي يا وداد، شو ماله أخوها لأم زيدان؟ ما بعرف يا خالة، قال وقع عن المهرة وتعبان كثير. إيه الله يشفي الهيئة ويخليهن لبعضهم. لو كان عندي أخ. رحمة الله أحسن من كل شيء يا بنتي. شو طالع بيدي أو بيدك؟ الله حرمش من أمش وأبوش بسنة واحدة. ولدش يا بنتي يا وداد. يا وداد. يا وداد. قومي. يا وداد. تاجي يا خالة، عسل جاي وراي، أكيد بدهن إياني بالدار. قومي ولج، قومي، هسا أبو زيدان بده إياك. وما قال لك شو بده؟ شو بدهن يعني ولج؟ ها؟ ناداني وقال لي بسرعة البرق نادي على البنت المفعوصة اللي اسمها وداد. والله خوفني يا عزام. بس ما تكوني مسوية شي شغلة تزعله. وحياتك يا خالة، ماني خابرة حالي مسوية إشي. يا بيي، وأنا أخو نزلة يخرب بيته، وجهه بينقط سم، شواربه مثل شوارب أبو زيد الهلالي. الله يرحمه، الله يرحمه. تحي يا عزام، تحكي على أبو زيدان؟ ولا كاني بترحم على أبو زيد الهلالي. روحي يا بنتي شوفي شو بده وارجعي قوام. لو ما في شي ضروري ما كان بعث وراش. استناني يا عزام تروح معاك. لا ولا كاني راي على السهم الغربي. ولويش على السهم الغربي؟ يخرب بيته يا وداد، بيخلق لي الشغل من تحت الارض، وانا اخو نزهه بخاطركم بدي الحق السهم على ضو. يا بي. مع السلامه يا عزام. وينش يا بنتي؟ اذا كان الشغل كثير وتمسيتي اوعش تجي لوحدش. نامي هناك اذا ما رضي عزام يجيبش. خافك يا خاله. الله معي. Thank you.
ابشر يا ابو زيدان، الله بده يريحك من امونة كم يوم. انت ربنا يا سيدي. ايوه يا وداد تعالي. بتريد مني اشي؟ سوي لي عشا يا وداد، ولا استني شوي جهزي لي الارقيده بالاول وهاتيها لهون. حاضر على راسي. ما قلتي لي يا وداد انت مع مين عايشه؟ مع خالتي. ومالتش اخوه ولا اخوات؟ الله حرم من الكل يا سيدي. تفضل يا ابو زيدان. دخيلك يا ابو زيدان. لا تخاف يا بنت، شايفتيني قدامي غول بوك البشر؟ لا بس اني خايفه خايفه. لا تخافي لا تخافي، اقعدي اقعدي هرجيني شوي وبعدين بتسوي العشاء. لا تخافي يا وداد، ما في حدا بالدار غيرنا بس. بس أنا وأنت يا سيدي. تعرفي إنك جويدة يا وداد؟ أنا ما شفت أحلى من السمار. كثر خيرك كثر خيرك. شو رأيك يا وداد؟ أني بفكر أجيبش درة لأم زيدان. دخيلك يا أبو زيدان، اتركني خليني أروح على دارنا. هسا بدنا نقعد نتدلل؟ فكري مليح يا وداد، أني ناوي سويك درة لأم زيدان. دخيلك يا سيدي، استر على عرضي، لا تفضحني بالقريب. ولا كلمة. بكره من الصبح مستعد اروح اجيب الشيخ واكتب كتابك. ابو زيدان يا سيدي اتركني خليني اروح على دارنا. هاي صور العمور يا ابو زيدان، ما تعبت تكسب على الناس. فكري مليح يا وداد، حط عقلك براسك وفكري مليح. بتروحي من امبارح لا خبر ولا علم. ريتك هات روحها بلا رجعه يا خاله، يا ريتني مت قبل ما رحت هالمشوار. وداد معلش يا وداد، تعالي تعالي خبريني يا بنتي. شوف الله شرش يا بنت، احكي شغلتي بالي، قتلش ابو زيدان؟ خلي قطع رزقي، خرب بيتي، هدم كل مستقبلي. ليش؟ ليش يا بنتي؟ ما قلت لش 100 مرة خليش عاقلي؟ الله لا يوفقك سروري حموري، الله ينتقم منك. معليش يا بنتي، أمرش لله، الحي رزقه حي، ولا يهمش، لا تزعلي ولا على بالش. ما ظل إشي تأزعل علي يا خال، يا ريت أموت وأرتاح. ليش يا بنتي؟ بعدش بعز شبابش، مفكر الموت لعبه؟ اللي قال هالمثل يا خاله، اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بقول شف عدس. هاني شقيه وهيك مكتوب علي. الله
يسامحك يا سوري العنبري. مجنون من كل عقله بدأ جوازها. عال عال والله عال. سرور العموري جوز بنت فلتانة مثل هاي. لكن هسا من دبرها. انت عيلتي يا ابو جدان. ايوه يا سعيد. خير ان شاء الله. تعال. خير ان شاء الله. اقعد هون يا سعيد. حاضر. هاي قعدنا. يلا. دخل لك سيجارة. والله هسه رميتها يا ابو جدان مشكور. اسمع يا سعيد. القصة وبدون مقدمات. أنت بعدك عزابي، مو هيك؟ والله شوفت عينك يا ابو جدان. حتى الله يرزقنا بنت الحلال، ساعتها بنتجوز. وإذا كانت بنت الحلال موجودة، شو رأيك؟ والله ساعتها بفكر. طيب وشو رأيك بوداد يا سعيد؟ وداد ما غيرها؟ أيوة، وداد ما غيرها. بنت يتيمة لا أم ولا أب، وبنفس الوقت حلوة وشاطرة. ما بظن تلاقي أحسن منها يا سعيد. والله الحقيقة بنت مستورة وماشي حالها. بس يعني ال فهمت عليك يا سعيد. بس هذه ابدها لا نقد ولا غيره. وكرمالك وكرمالها كمان مستعد ادفع كل المخاصير من جيبتي الخاص. حتى ارتب لك البيت. والله فضلت كثير يا ابو زيدان. فضلت كثير يا ابو زيدان. الحقيقة البنت آدمية وانت بتستاهلها يا سعيد. وانت لك تعب كثير بهالدار. واحنا ما منضيع تعب الناس يا سعيد. كثر خيرك يا ابو زيدان. كثر خيرك يا ابو زيدان. صباحية مباركة يا وداد. ان شاء الله بتتهنوا. يوم المنى. ليش؟ ليش يا بنتي؟ هاني فهمانة عليش. دايما البنات بس يتجوزن بحنن للبيت اللي تربن فيه. طلعت عيوني بالطول والعرض توصلنا لهالساعة المباركة. الله يبارك بعمرك يا خالة. شو وينه العريس على سلامته؟ شو يا بنتي؟ شايفتش مانش على بعضش؟ من أول يوم تهاوشتوا؟ ياي 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 إذا كان الحشي صحيح. الله يرحمك يا جوزي. الله يرحمك. ذكرتيني بأيام عزي وصباي. يا ريت الله يموتني يا خالة. بلش أرتاح من كل هالحياة اللي ما شفت فيها اليوم اللي صار. لويش حياتي؟ ما قلش لوين رايح؟ قرع لعند ابو زيدان. قال بده يطلقني. شو 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 بتقولي؟ بده يطلق ايش قوام؟ اسمع يا ابني يا سعيد. كمل معروفك معاها واغفر لها، الله بيرزقك بحصنتها. وتجيب لي طفل؟ مو معروف من ابوه؟ لا، انا لازم اطلقها. لازم اطلقها اليوم اخلص من شرها كمان. كبر عقلك يا سعيد. كبر عقلك واستر عليها لا تفضحها بالقرية. أنا بعرف كنت مفكرها شريفة عفيفة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول الله ولا قوة إلا بالله. صحيح يا سعيد الناس مخباية بثيابها. وقديش حاولت معها تدلني على ابن الحرام اللي سوى الناقصة معها. ما قدرت. لكن اليوم إذا ما حشت غير موتها. بس اكيد بترد بتحشي وساعتها بيفرجها الله فيه. طول بالك يا سعيد. طول بالك. اصبر لك ولو يومين وبعدين بالمحاسنه يمكن نعرف. واني مستعد اعرف لك اياها. بس هسه
هل الشغلة مستورة؟ بيفرجها الله يعني. السلام عليكم. مثل ما قلت لك يا سعيد، اصبر لك ولو يومين. سرور العمورة اعتدى على بنت يتيمة بتاره. طريق واحد ما في غيره، سعيد السعد لازم يموت. شفتي يا غالة؟ شفتي؟ أنا بخت بنات. بس بدي أفهم شلون طول عمره يطالع معي من هالبير؟ ما زلت اجره ولا مرة غير المرة هاي. خافي كل شي واحد سواه معه قصد يا خالة. ما بعرف اللي عرفته ان البقرة نطحته واجا بنص البير. خالص عمره وقد ما هو بخت وداد معدل. شي ما ربش يا وداد الا هاي سواها ابن الحرام. الله لا يوفقك تسور العمود ويبعث لك من يكبر. الله ينتقم منك. الله ينتقم منك. يستحيل يستحيل هورتن بشرب من دمك يا يوسف. بس على الله ما خلقك. بدك تفضحني على كبر؟ بدك تخليني ابوح بسر عشت طول عمري مخبيته على كل الناس؟ سمعت؟ سمعت بهالقصة يا ابو كمال؟ خير ان شاء الله. بشوف اخبارك صايرة كثيرة بهالايام يا ابو حسين. شو قصتك؟ شو بدنا نساوي؟ لا شغلة ولا عملة. بنقعد كل يوم بهالساحة نسمع كل يوم هرجة جديدة. انت الله غانيك عن هالقعدات. هات نشوف يا ابو حسين، هات شو سمعت اليوم؟ على شو قاعد بتدور يا ابو حسين؟ ام كمال ماني شايفها بالدار، وينها؟ جاي على بالك تشاي مو هيك؟ لا والله بس استغربت طلعتها بالليل. يا سيدي ابو نايف مريض، اخذت له شوية حليب. اخطي الرجال محمي، واكيد الجماعة كمشوها على العشاء. هالساعة بترجع ما بتطول. ايه ما قلت لي يا ابو حسين شو سمعت اليوم؟ بيت العمور يا ابو كمال. مالهم بيت العمور؟ الجماعة ما هم صلين على النبي ودايرين يبلونا ببنتهم. مع حسين ابنك؟ لا مع ابنك كمال. ايه قاعدين يشيعوا بالقرية انه ابنك كمال ساحب اسمى بنت سرور العموري على المزار، وقاعدين هناك اكثر من 3 ساعات. مو معقول الحكي ابدا. كمال ما بيسوي هالشغلات هاي. بعدين شو وصل مفتاح المزهار لايد كمال؟ والله ماني عارف. اذا هالحشي مضبوط بتكون الشغله صارت بتدبير مقصوب هالعمر حصير. بس كمال ما حكى ولا جاب سيري لا قدامي ولا قدام امه. ايه معقول يحكي؟ ايش مفكره ولد صغير تيفضح حاله؟ لانه اللي فهمته انه ابنك كمال بحب البنت والبنت بتحبه كمان. بس لا تصدق الحكي ابدا يا ابو حسين. كمان ابني واني بعرفه، ما هو من الشباب الطايشين اللي بيسوا هالشغلات هاي. ايه قسما بالله العظيم لو بشوف بعيني ما بصدق. ايه ان شاء الله تكون كذبه يا ابو كمال. يا ابو حسين اذا قلنا بالقريه محب فيك بال والف مبغض. اذا قالوا العالم راسك ما هو عليك تلمسوا يا ابو كمال. ما بتقدر تستبعد شيء عن شباب هالايام. يشيعوا مثل ما بدهم. كمال شاب وما بينخاف لا عليه ولا على شرفه. في غيرهم بينزعوا سمعة بنتهم. ايه مالك يا حجي؟ اكيد ما طالعوا السمعة هيك لله بالله. الهم غاية، الهم هدف. وشو رأيك يبلونا ببنتهم؟ والله بظن انها ماشي حالتها، بنت مستورة واحسن من غيرها. ومن غير ما يطالعوا هيك اشاعات، اذا كمال بدو اياها وهم موافقين مستعد. ابدا ابدا ماني مرتاح لكل هالقصة. عقلي بقول لي في شيء بنية هالجماعة. شو رأيك يا أبو كمال؟ مثل شو يعني؟ ها هذاك اليوم ابنك كمال ما جاب الدرك مشان قصة أحمد الحسن يوم اللي قتلوا زيدان وطبشوا. إيه شو دخل هاي بهاي؟ يمكن الجماعة
بدهم يلاقوا سبب تيدقوا ابنك كتله بحجة البنت وشرفهم وسمعتهم. والله معقول يا ابو حسين. تعرف يا ابو حسين انه افكارك صايره شيطانيه؟ بس فشروا. وان ابوك يا كمال هاي لا يحلموا فيها. اذا كان هيك نيتهم كيدهم مردود على صدورهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو ما جاش الدكتور عم ابو كمال؟ بشوفه تاخر. والله يا حسين لو خلص شغله كان اجى. إيه؟ يعني مش رايح يفتح العياده بكره؟ تعال يا حسين اجيت بوقتك. اقعد. خير يا ابا. ان شاء الله ما في شيء. اسمع يا حسين. بشرف بحياه كمال علي. اذا سالتك سؤال بتجاوبني بصراحه يا عمي؟ والله بحسب السؤال يا عمي. اذا كان بالجواب الصحيح في ورطه وبجواب الكذب في فكه. والله مستعد اكذب واكذب. طلع على الخلفك يا حسين. الله يجازيك يا حسين، دائما بتضل تنكد. نعم عم ابو كمال، شو سؤالك؟ اسمع يا عمي، نهار الجمعه الماضي وين رحت انت والدكتور؟ انهي جمعه عم ابو كمال؟ ما رحنا ولا على مطرح. لا تزعبر يا حسين، الجمعه الماضيه فقدت مفتاح المزار ما لقيته. اتذكر اتذكر يا كمال وقت اللي جيت ملهوف على الدار واخذت الدكتور وطلعت غصب عنه. هذاك النهار. انا حسبت مش على هذاك النهار. هذاك نهار الجمعه. نهار الجمعه. وين رحنا وين رحنا؟ الله يهسع الكذبة بتسوى نيرة ذهب. ما ترد. وين رحتوا؟ ها؟ لوش خلصت؟ اصبر عليه يا رجال، اصبر عليه. ما بدي اعرف يحضر الكذبة. انا بعرف وين كنتوا يا حسين. اعترف احسن لك. ايه. ما زالت تعرف يا ابا لويش قاعد تسألني. فكرك يعني تزحلقني بالحكي؟ إيه؟ انا منيش رايح اتزحلق. ايه. والله احسن شي كمان الواحد ينفذ بجلده يا زلمه. إيه السلام عليكم. حسين حسين خاضركم. تعال اقول لك حسين. بل الله يلعن هالمزري. وقعتش سودة يا اسماء، وقعتش سودة يا مسكينه. والله خوفتيني. هسع فهميني بالعجل شو صاير، لويش بعثي وراي؟ ما قلت ليش ملعون هالبي؟ روحاته مع زيدان ما هي لخيرك. افتكس يوسف السعد مو هيك؟ يوسف ما اعدم غير الاسم يا رب. هسع فهميني وخلصيني ماله يوسف، والله رح يطق عقلي من الخوف. كان عند ابوي وقاعد يتفاهم معاه. وعلى شو بده يتفاهم مع ابوك؟ قال بدهم يعطوش ليوسف السعد تيخلصوا من حكي الناس والاشاعات. يا ربي امتى بدنا نخلص من استعباد الاهل وهالتقاليد؟ يوسف طلبتش من ابوي وحضرته وافق دغري. لا تنسأل البنت ولا تناخذ رايها، كانها دابه بهالبيت. ليش اني على كيف عمي؟ واكيد هسا راحوا لعند امك يقنعوها ويقنعوا زيدان مثل ما اقنعوا ابوي وتقع برقبتك. اسمعي يا حوريه، جيزه غصب ما بتجوز، وساعه اللي بدهم يغصبوني تعرفي شو بسوي. مجنونه بتموتي حالك مشان يوسف السعد حتى ترضى امي وابوك؟ هيك بدهم. ما بعرف يا خيتي شلون قدر يلعب بعقل هالعيله من صغيرهم لكبيرهم. اسمعي يا حوريه، واحدة من ثنتين، يا بنتحر يا بهج وما بخلي إنسان يعرف وين مطرحي. كل هالشغلات هاي ما بتفيد، بالعكس إذا اختفيتي يمكن يقولوا كمال الصالح خطف البنت ويذبحوه. بعيد الشر عنه، سلامته سلامته من الذبح. وقد ما هو هالبشر فهمان وبيحب التفاهم والاتفاق، هاي هم مشان إشاعة صغيرة مقومين الدنيا ومقعدينها. شلون لو صارت حقيقة؟ واني ما بتجوز يوسف السعد، ما باخذه. اسمعي يا اسماء، اجت ببالي فكره مليحه كثير. لحد هسه ما قدرنا نستفيد من افكارك شيء، ما منك غير الحكي الفاضي. ناس مثل هذول المعانده ما بتفيد معاهم، بالعكس يمكن يعندوا على رايهم اكثر ويجبروك بيوسف السعد. وشو الحل هسه؟ لازم نجيهم بالمسايرة والكلام الرايق، يمكن قلبهم يحن ويمشي الحال. وبتظني هالخطة بيمشي حالتها مع أمي؟ لا
لا يا حورية، أنا اللي شايفيته إنه العاطفة ماتت عندها من يوم رجع الدكتور كمال على القرية. تعرفي يا أسماء، ما في قدامنا غير رمزية. زيدان بيحبها وهي بتحبه، يمكن يسمع تشلمتها ويصف معانا. يا حمرا نوحي لي نوح عشرة ما جر النوح، واني جريته وحدي 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 ونحدي وحدي وحدي ونحدي. اسمعي اسمعي، هذا عزام قاعد بغني برا. ايه والله ايه والله يا عزام. عزام عزام عزام، تعال تعال يا بيي يا بيي يا بيي، تعال يا عزام. جوجن يا عذارة، جوي عزايمك يا ابن مجد. اهلين وسهلين. اهلين، جيت لوقتك يا عزام. يا بيي يا بيي. عزام عمي عزام، وين بتروح وبتغيب هيك؟ والله شغلت بالي عليك. وانا اخو نزهه، خالي بعد بالدنيا في خير، في ناس بيسالوا علي بيحكلوا همي. الا كان انت زلمه يا عزام. وشلون عرفت يا عزام انه اسمع عندي هون؟ هات خبرنا. ها اخبركن؟ لا يا يمه، بدكن تضحكن علي، بدكن تستدرجيني بالحكي تقول رحت على الشام. لا ما بقول، هذا سر. عزام انت رحت على الشام؟ مين قال هالحكي يا معلمتي؟ ها كذب، والله كذب، انا ما رحت. والله اللي بيسمع هالحكي بيصدق. انت خرجت تروح على الشام وترجع لحالك؟ يا بيي ليش ما تصدقن؟ ها ليش عزام ما هو زلمه؟ وشلون رحت لحالك على الشام يا عزام؟ يا بيي بيسلم عليك وباعت لك هالهديه. ارجيني ارجيني تشوف. توب توب، يا الله يا الله، ما احلى. شوفي شوفي، بياخذ العقل. مين اللي اعطاك اياه يا عزام؟ والله انت يا الحريم ما بيتامل الجن، قوام بتنسن. معقول انسى؟ معقول هذا من كمال؟ هسه بيسمعوش. ايوه من كمال، بيسلم عليك وبيقول لك الهديه من قيمته ما هي من قيمتك. دكتور كمال رجع من الشام يا عزام؟ وحياتك يا حوريه وحياتك، ظليت ناطره على الطريق ترجع من الشام. هو اجيت معه، بس انا يا حوريه خايف عليه من ولاد الحرهام. لا انا ما بخاف عليه، شام وانا اخو نزهه. ديني اترك السهره من اولها والحقك لهون. شو الحكايه؟ انا داخلي على الله وعلى عرضك يا شيخ رضوان. وصلتي يا ام يوسف وانا قدامك، بس على شيء يكون بمقدوري. انت الكل بالكل يا شيخ رضوان، تشلمي منك بتحل كل المشكل. اها هاتي تنشوف شو طلبك يا شيخ رضوان. يوسف شبطايش، ما هو من الظلم اللي بيقدروا بنات الناس وبيحترموه؟ معنى يا وداد، اللي فهمته ان ابني يوسف قاعد يلعب بدماته، بده يطلب بنتكن اسمى. وداد شو بتقصدي من حكيك يا حرمة؟ اللي بده بناتنا ويناسب بيت العموري بيكون قاعد بيلعب بدماته؟ ها فهميني شو قصدك. استغفر الله يا شيخ رضوان، استغفر الله. نسب بيت العموري شرف كبير، لا اني ولا ابني قده. حمل ثقيل على كاهلنا، واللي بقصده إن يوسف ما بيقدر المسؤولية ولا عنده تدبير مثل باقي الزلق، وخايفة يختلف مع البنت ويقوم زيدان يسوي معه واحدة من ثنتين. الولد ما بيظل ولد يا وداد، يوسف صار شاب وما بيرخاف عليه، وما هو بهالشكل اللي قاعدة توصفيه فيه. عنده من نفسه وتفكيره سليم 100%، ولولا هيك أنا ما وافقت وعطيته بنت أخوي الوحدانية. انت بتعرف يا اسمى بنت مين يا وداد؟ يا شيخ رضوان اي داخلي على حريمك، لا تورطنا هالورطه. يوسف انا اللي ربيته وبعرف شلون عيشته وشو هي نفسيته. يا شيخ رضوان يوسف القرد ما بيقدر يعاشره. الله 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 الله، رايت العجب. انا بعمري ما سمعت بامي بتكره الخير لابنها مثل الشوادات. ابنك بده يناسب بيت العموري وبترفضي على النسب؟
وحدي غيرتش كان هسه عراسه مرفوع للغيم تتباهى بيتش نصب. انتوا على عيني وراسي يا شيخ رضوان. بس على العموم روحي لعند ام زيدان وفهميها على اخلاق ابنك، خليها تربطه. اني اعطيت قول والرجال بيحكي شنو وحده. سلام عليكم. وحياتك يا خالتي ام زيدان، اني ماني طمعان باسماء ابدا ولا بقدر اتطاول عليكم واطلبها، بس يا ولك مين انت حتى تروح لعند الشيخ رضوان تطلب اسماء مني؟ بقول لك شيل كل هالافكار من راسك وخليك عاقل، ويكون بمعلومك لا انت ولا زيدان ولا حتى رضوان له دعوه عن بنتي. ما حدا بيقدر يلمس ظفرها اذا ما كنت اني موافقه. اني امونه الكل بالكل. طولي بالك يا حجي، افهميني، اقسم بالله اني بعد اسماء وزيدان مثل اخوتي وازواج. ما هو هاين علي ابدا اسمع حجي اهل القريه عليها. ناس ما لهم شغله غير يحكوا عن بنات الاصل يا حجي. قسما بالله اللي بده يحكي على بنتي بشكه للصين وبلعن الحموله اللي طلع منها. مين اللي قاعد بيحكي عليها؟ دلني على شي واحد منهم. ما هو واحد ولا اثنين يا حجي، كل القريه صغارهم وعتبارهم، الناس ما عاد يستحوا. يوسف انا عرفتك على حقيقتك، لا تفكر تخدعني بهالحكي. ليش ما بتصدقيني يا حجي؟ ليش؟ بعدين مثل ما قلت لك الشغله والله ما بتخص اسماء، بس اني محروق دمي وخايف على اخوي زيدان يقوم يعلق مع بيت الصالح ويبتلي بواحد منهم. يعلق مع بيت الصالح؟ يظهر انك بتعرف اكثر من اللازم تعرفه. شو بتقصد من كلامك؟ اني ما بقصد شيء ابدا يا حجي، بس اللي بعرفه انه الحق مع اخوي زيدان ومع كل بيت العموري. ولك شيطان؟ منين جايب هالحكيات هذول؟ فهمني منين جايبهم؟ شوفي يا حجي، أنا راح أدلك على طريقة تأخذي ثارك وتطلعي منها الشغلة مثل الشعرة من العجينة، وأخوي زيدان يظل شيخ الشباب. أفكارك جهنمية والله، قول شو عندك؟ ما قلت لك يا خالة، أنا ماني طمعان بأسماء أبداً. كل همي أخوي وحبيب قلبي زيدان، خايف يعلق مع بيت الصالح ويبتلي بواحد منهم، كمان صعبة كثير شاب يقضي باقي عمره بالحبس على شيء ما هو محرز. والله ما في قدامنا غير هالحل. واني بحكي قدامك ما دمت بتعرف القضيه بالكامل. زيدان لازم ياخذ بثار ابوه ولازم كمان يفوت على الحبس. لا يا حجي لا، لازم زيدان لازم ياخذ بثار ابوه ويظل مثل الحصان بالقريه، ما في انسان يقول له شو سويت يا زيدان. واني بوعدك اذا نجحت خطتك اسمه بتكون حلال عليك. واني موافق يا حجي. بس قول احكي شو الخطه، خلصني. شوفي يا حجي، انا راح احكي بس بشرط تنفذي كل اللي بدي اياه. زيدان مالك شو صار؟ في ناس برا قاعدين يتنصتوا علينا. ها قاعدين يتنصتوا علينا؟ والله غير اذبحوا مين ما كان يكون.